بيبدأ فيلمنا النهاردة مع سيلفان، ودي كانت بنت انطوائية وعلى طول قاعدة لوحدها، وبتكون معجبة ببنت بتشوفها دايما في الحديقة واسمها ايفي، وكانت على عكسها خالص وكلها حيوية وطاقة وعايشة حياتها براحتها. وبنروح لسيلفان وهي في المدرسة، وكانت متعاقبة بسبب انها عملت حاجة غلط في المدرسة، وكمان بتكون ايفي متعاقبة معاها في نفس الأوضة، وبيتعرفوا على بعض، وبتعرف سيلفان ان ايفي مش بتحب المدرسة ولا الدراسة وعايزة تسيب المدرسة. وبعد كده بتخرج سيلفان من المدرسة وتلاقي أبوها داريل، وده كان شغال مذيع تلفزيوني مشهور جدا، وكان بيتكلم مع بنته سيلفان بعصبية عشان كل شوية تعمل مشكلة في المدرسة وتتعاقب. وبتيجي إيفي وتطلب من داريل إن يوصلها بيتها، وسيلفان بتتحايل على أبوها عشان يوافق، وبيوصل إيفي بس بيلاحظ إنها بتعمل تصرفات غريبة. وبعد كده بتتصاحب سيلفان على إيفا، وإيفا بتعجبها السلسلة بتاعت سيلفان، وبتقول إنها من داريل بس مش هو ابوها الحقيقي، وان هو اللي رباها بعد ما ابوها الحقيقي سابها وهي صغيرة. وايفا هي كمان بتفتح قلبها وبتقولها ان ابوها سابها هي وامها عشان علاقة مع بنت اصغر منه بكتير. وسيليفان بتعلي عليها وبتوريها علامات جروح على ايديها بسبب انها حاولت تنتحر. وبعد كده بتوصل سيليفان عند بيتها، وكانت ايفا هتمشي بس بتعرض عليها سيليفان ان تقعد معاها في البيت لان ملهاش اصدقاء، وهي بتقعد على طول لوحدها. وكمان ايفا قاعدة في البيت مع عمتها اللي بتكرهها، وايفا بتوافق. وايفا لما بتدخل البيت بتنبهر بيه، وبتتكلم مع سيليفان عن سبب محاولة انتحارها، وبتسمعها ام سيليفان واسمها جورجينا، وبتستغرب من كلام ايفا. وبعد كده بنعرف ان ام سيليفان عندها مرض في الرئة وحالتها خطيرة، وبنعرف ان سيليفان كتبت على ايفا وانها ما حاولتش تنتحر ولا حاجة، وكمان ابوها يبقى داريل فعلا. وبنعرف ان سيليفان بتكذب على الناس عشان تكسب تعاطفهم، وبتكون جورجينا خايفة من علاقة ايفا ببنتها لانها جريئة في لبسها وطريقتها، ومش موافقة على وجودها في البيت اكتر من كده. وبتسمعهم ايفا وبتعمل نفسها انها متضايقة وتمشي، بس سيليفان بتصر على وجود ايفا اللي بتعيش في دور البنت البريئة، وبتحكي حكاياتها المأساوية لجورجينا اللي بتصدقها. وبيعدي الوقت وبتبقى سيليفان وايفا صحاب، وبنشوف قد ايه ايفا شخصية استغلالية، وبتخرج تشتري هدوم وحاجات غالية وتخلي سيليفان تحاسب. وبنشوف ايفا وهي قاعدة على البسين، وبيبص عليها داريل وبيبقى مركز معاها، وبيروح يتكلم معاها بس بيوقع الجزمة بتاعتها في المية، وبتستغل ايفا الموقف وبتطلب منه يديها فلوس تجيب جزمة جديدة بدل اللي وقعت في المية وباظت، وبيديها داريل الفلوس. وبعد كده بنعرف ان سليفان كانت كل فترة بتفسح الاطفال اليتامى، وبتتصل الجمعية الخيرية وبترد عليهم ايفا، وبتحدد معاهم ميعاد الاحتفال بالاطفال اليتامى، وبيكون نفس اليوم اللي بيحتفل فيه داريل مع طاقم العمل بتاعه. وبعد كده بنشوف سليفان وهي قاعدة مع ايفا في محل اوشام، وبتكون سيليفان مستحكرة مكان، وبتلاحظ ايفا كده، وبتطلب ايفا من سيليفان انها تحاسب على الوشم. وبعد كده بنروح لداريل وهو متضايق في الشغل بسبب مرض مراته، وبيتكلم مع واحد صاحبه وبيقوله انه مش عارف هيعمل ايه لو مراته ماتت. وبنروح لجورجينا وبنعرف ان عندها ميول انتحارية، وكانت هترمي نفسها من ارتفاع عالي بس بتيجي سيليفان وتهديها. وبعد كده ايفا بتشوف داريل وهو على السلم وبتحاول تقرب منه، وبتقوله انها مش عارفة هي ازاي اتعلقت بيه كده. وبعد كده بيوصل واحد من الجمعية الخيرية، وبيبقى نفس يوم الاحتفال بتاع داريل، وبتقول ايفا انها ما كانتش تعرف ان النهارده الاحتفال بتاع داريل. وسيليفان بيقرر انها مش هتروح الاحتفال بتاع الجمعية الخيرية عشان مش هينفع تسيب ابوها في يوم زي ده، بس ايفا بتقول لسيليفان ان ممكن تروح الاحتفال بتاع الجمعية الخيرية وهي هتساعد ابوها في الحفلة بتاعته. وبنروح للحفلة وبتكون ايفا لابسة فستان بتاع جورجينا، وداريل بيعجب بيها جدا، وجورجينا شايفة الكلام ده وحزينة انها مش قادرة تكون مع جوزها في يوم زي ده، وبتاخد الادوية المهدئة بتاعتها. وفي الوقت ده بيرقص داريل مع ايفا وبيحضنها وبيقربوا لبعض، لكن بتدخل عليهم جورجينا وبتفكر ان في حاجة بين جوزها وايفا، وبتتعب زيادة وبتروح تريح في سريرها. تدخل عليهم وبتقنع جورجينا ان داريل كان حزين عليها وكان بيعيط في حضنها، وجورجينا بتقتنع بكلام ايفا وافتكرت انها ظلمتها، ديها ايفا حاجة تشربها بس بيبقى واضح ان فيها حاجة مخدرة، وبتنام جورجينا. وبتحاول ايفا انها تغري داريل، بس هو لما بيشوف مراته قدامه بيمسك نفسه وبيصد ايفا. وبعد كده بتشوف سليفان ايفا وهي راكبه العربيه بتاعت امها وبتتضايق، وبتنزلها من العربيه وبتقولها انها بتحب تاخد الحاجه بتاعت امها، وبتتضايق ايفا من الكلام ده وبتمشي. ترجع سليفان الحديقه اللي متعوده تقعد فيها، وبتحس انها رجعت تاني وحيده. وبنروح لايفا وهي خارجه من المدرسه، وبتلاقي داريل مستنيها في عربيته وبيطلب منها تركب معاه،
وهي في الاول بترفض بس بعد كده بتوافق تركب معاه، وبيبقى واضح ان داري المعجب بايفا وطمعان فيها بس حبه لمراته منعه، وايفا بتطلع صايعه وبتستغل النقطه دي وبتغري داريل وبتعمل معاه علاقه. وبعد كده بتعرف ايفا ان ساليفان هي الطريقه الوحيده عشان تقعد في بيت داريل، وبتعتذر لسليفان وبتقول لها انها بتعتبرها زي اختها ومش هتقدر تعيش من غيرها. وبنشوف جورجينا وهي واقفه في البلكونه، وبتيجي ايفا وتزقها وتوقعها من البلكونه وبتدخل عليهم ساليفان، بس بتكون خلاص جورجينا وقعت ومش بتشوف ساليفان حاجه من اللي حصلت، وبتحس زليفان بالحزن على مامتها وخصوصا ان كانت بتعملها باسلوب وحش. وداريل بيتفاجئ ان القناه جابت مذيع تاني غيره. بتنضف سليفان العربيه بتاعت امها، وبتيجي ايفا وتقول لها يخرجوا مع بعض في عربيه امها، وان جورجينا لو كانت لسه عايشه كانت هتحب ان سليفان تعيش حياتها. وايفا في الطريق بتغني الاغنيه اللي كانت بتسمعها جورجينا قبل ما تموت، وبتفتكر سليفان ان امها اتكلمت مع ايفا قبل ما تموت، بس ايفا بيبان عليها الارتباك وبتقول انها ما عملتش حاجه، وبتفهم سليفان ان ايفا هي اللي قتلت امها، وبسبب الارتباك بتعمل ايفا حادثة وبتتصاب. وايفا بتنزل من العربية وبتبدل مكانها مع سليفان عشان يبان هي اللي كانت بتسوق، وبتنتقل سليفان للمستشفى وبيروح ابوها عشان يطمن عليها، والدكتور بيقول له انها كانت سيئه وعملت حادثه بس هي دلوقتي بقت كويسه لكنها بتهلوس. وبيدخل عليها الاوضه وبتقول له ان ايفا هي اللي قتلت امها، بس ابوها بيقول لها ان هي بتهلوس وبيلومها عشان خدت العربيه بتاعت امها ومش بيصدق كلامها. بس بالليل بتهرب سليفان من المستشفى وبتروح على بيتها، لكنها بتتفاجئ ان ابوها بيعمل علاقه مع ايفا، وبتطلع تجري وابوها بيحاول يلحقها لكنه بيقع على السلم، وبتيجي ايفا عشان تطمن عليه، بس داريل بيلاقي اثار صدمه الدريكسيون على جسم ايفا، وبيعرف ان سليفان ما كانتش بتكذب من الاول وان كلامها حقيقي. وايفا مش بيفرق معاها الكلام ده، وبتطلع اوضه جورجينا وبتقف في البلكونه، وبتيجي سليفان وبتزق ايفا وبتوقعها تقتلها زي ما قتلت امها، والفيلم بيخلص على كده.